بعثت صاحبة السمو الملكي لابرا سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى سعادة الأستاذ دلال جاسم الزايد وذلك بمناسبة اختيارها عضوا في لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي وذلك من قبل المجلس الحاكم للاتحاد خلال اجتماعات جمعيته العامة السادسة والأربعين بعد المئة بمملكة البحرين وأعربت قرينة العاهل المعظم في ضوء هذا الاختيار النابع من ثقه محفل دولي كالاتحاد البرلماني الدولي بقدره الزايد وكفاءتها على تحمل هذه المسؤوليه عن بالغ التقدير لجهودها الحثيثه والمتواصله على الاسهام بكل فاعليه واقتدار لتطوير العمل التشريعي والاداء البرلماني في مملكه البحرين وخارجها وهو امر تحرص عليه الزائد من خلال مشاركاتها ومبادراتها القيمه على هذا الصعيد والمتجسد في وجاهه مضمون عملها وصداه الطيب متمنيه سموها للزائد دوام التوفيق والسداد لمسيره عطائها في خدمه البحرين الحبيبه